شباب مرحبا، مساء الخير. بس حبيت أعلق بملحوظة صغيرة على تعليقاتكم الكتير صعبة بالنسبة للناس اللي بيقولوا الناس في التعليقات يا عب يا كده ويا فعلتك. أول شيء أنا سنة 2005 اتزوجت لبنانية، لما جيت أتقدم لها أبوها قال لي يا عب بتتكلم، أنت داير بتتكلم جد، أنت مجنون ولا نصيح؟ معقولة أنت تقول داير ستك؟ وانا اللي كنت فاكر جدي الزبير ابن العوام، انا سوداني وجموعي، كوكتيل جموعي بحساني بكاهلي تقدر تقول. كمان أسرة الوالدة عركية، ده ما مهم مين انا بكون، بس انا في النهاية سوداني. والقصة دي يا جماعة كانت سنة 2005، ولحد ما اخوها كتلها قال لانها اتزوجت العب السوداني ده، كتلها بعد الزواج بعد سنة وسبع شهور كتلها وهي حامل في الشهر السابع. وتحياتي للصحفي الكبير عادل البلالي بصحيفة الدار، وتحياتي للصحفية بجريدة الوطن الأستاذة مشاعر. هذول الناس يا جماعة اتطرقوا للقصة دي ونشروها في أكثر من عدد، واثنين وثلاثة، وكانوا يعني بتغضوا الشيء اللي حصل. ده ما موضوعنا على العموم، الله يرحمه ويغفر لها وإن شاء الله يسكنها فسيح جناته. الموضوع أو العبرة، نحن يا جماعة لحد الآن نحن في السودان مفتكرين نفسنا عرب، ما في مشكلة يا أخي. أنت أعتقد أنك عربي وأنا بعتقد أنه أفريقي، وده بيعتقد كل زول يعتقد الشيء دايره. بس ما صح أقول لزول أنت عبد وأنت أسود وانت فعلتك، والكلمه والثانيه بسبب بدون سبب اقول لزول يا عب. يا اخي انت بتخلق بكلمتك دي، يعني بتخلق بكلمتك دي سبحان الله يعني انقسام ممكن يكون في كل الشعب السوداني. يعني اليوم لو قلت انا لزول يا عب، اي زول بيفتكر نفسه هو من القبائل الافريقيه الخالصه بيفتكر نفسه هو المستهدف، والعرب ديل عنصريين، والعرب ديل الى اخره. وفي نفس الوقت يا اخي انت لو يا اخي نحن اصلا يا جماعه ما عرب صراحة، وما بنفتخر نكون عرب، والله بصراحة والله ما عرب وما بنفتخر نكون عرب. وفعلا لو نحن بنتكلم بالعربية ونحن مسلمين ما في مشكلة، لكن في نفس الوقت يا جماعة نحن بنقول نحن عرب، لما نطلع العرب بهنونا نحن ما بنتشرف نحن نكون عرب. لكن في نفس الوقت ده ما موضوع عرب وما عرب، نحن سودانيين أفارغة، أوكي، سودانيين أفارغة او عرب افارغه، سموها ما سموها بالانتو الاسلوب اللي انتو دارينه. المهم في العبره نحن بدل ما نقنب نشتم بعض وننبز بعض ونخلق بيناتنا شروخ وانقسامات، بلدنا ما محتاج اكثر من كده يا جماعه، ما محتاج انت تتعنصر علي وانا اتعنصر عليك. علي الطلاق انا لو حكمت السودان ده، اخليتكم رجاله. الجعل يتزوج من الشايق، والشايق يتزوج من دارفور، ودارفور يتزوج من البيجة، والبيجة يتزوج من النوبة. خليتكم رجاله، واللي يفتح خشمه يتحاكم، عشان الناس تنتهي وهم اسمه عنصريه، عشان الناس ترتاح من هاجس اسمه عنصريه. ده مرض يا جماعه، نحن والله مرضين في السودان، ده مرض. هي العنصريه غريزه داخل كل انسان، بس ده مرض نفسي يا اخي. نحن ما نهتم في شيء افضل من شيء يفيدنا ويفيد بلدنا، اللي هي تمزقت اصلا وصارت الصومال اخر، صارت دويلات. نشوف بلدنا ومستقبلها، ولا نجنب انت عب وانا عب وانت حر وانا ابيض وانت اسود. يا اخي علي الطلاق ما، والله كلنا في الهواء سوا. نقول لك بصراحه علي، عشان ما تفهموني غلط، انا علي الطلاق شيء زمان كنت مفتكر راسي جدي بزيت الهلالي، لكن علي الطلاق تمرق برا السودان ده كلمه يا عبد بتسمعها وش في ليبيا قالوا علينا يا كمان ما بيقولوا لنا يا عبد يا عبوتي، في لبنان قالوا علينا، في سوريا قالوا علينا، في اي مكان قالوا علينا، وفي تشاكل وفي ناس بتعمل مشاكل، في النهايه تتقبلها ولا ما تتقبلها ده الواقع. وبرا السودان مقبوله فينا نتحملها، لكن ما بالك زول في بلده اتولد ابا عن جدا في السودان وسوداني اصيل وفي بلده تضطهده تتعنصر عليه وتقول له يا عبد، اوكي. كمان في نفس الوقت يعني انا ما بلوم بس الناس اللي بيقولوا للناس يا عبيد، بس كمان في ناس كمان من التيار الاخر الكلمه والثانيه بيقول لك انت اهل العوض، انتم متخلفين، انتم بتفهموا عرب الجزيره. انت يا اخي خلينا في المهم، انا وانت سودانيين، خلي حب السودان يجمعنا، خلي حب الهويه يجمعنا، وتعال نشوف اللي بيهمني وبيهمك، بيهم مستقبلي ومستقبلك. نحن بقينا مشردين يا جماعه، نحن لافين هباء منبثه هايمين على وجوهنا في الصحراء،
اي زلات في المانيا، في المانيا ولا في بريطانيا، في بريطانيا ولا في السعوديه البلد زاد اللي احنا خليناها. حرام يا جماعه، ارجعوا، نحن اكبر من كده. المفروض يكون لغه الحوار والوعي تكون هي لغه التعامل بيناتنا. وانا سوداني وانت سوداني، لا فيك تلغيني ولا في الغيك، خلينا نعيش بسلام ويام عشان بلدنا اللي تفككت.